بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الواحد الأحد وبشعار الثوار للأبد، يسقط حمد يسقط حمد. أود أن أقدم التحية إلى شهدائنا الأبرار، وأقدم التحية إلى ثوارنا في البحرين، وللثوار الذين ملأوا السجون، هؤلاء الأحرار الذين يقبعون خلف القضبان ويتعرضون لصنوف التعذيب النفسي والجسدي في كل ساعة وفي كل يوم. وأحيي أسر هؤلاء الضحايا والجرحى الذين يتحملون في سبيل الحرية والكرامة كل هذه الآلام والآهات. وأشد على أيدي شبابنا المجاهدين الذين حددوا هذا الأسبوع كأسبوع لمساندة العلماء المعتقلين. لا ننسى أن هناك كوكبة من العلماء ومن طلبة العلوم الدينية الذين كانت ولا تزال مدادهم تعادل دماء الشهداء، هم اليوم يقبعون في سجون آل خليفة، وفي مقدمتهم المقدادين وسماحة الشيخ المحفوظ والمخوضر والنوري وعدد آخر من العلماء الموجودين في داخل السجن، والذين أيضا يتعرضون إلى ما يتعرض إليه الشباب والنسوة من تعذيب نفسي وجسدي. نشد على أيديهم لأنهم ذكروا هذه الكوكبة وحددوا هذا الأسبوع كأسبوع لمساندة العلماء المعتقلين. ونذكر أن العالم كله يمكن أن يحيا بعقول العلماء، فلولا العالم لضاعت ولتاهت الدنيا. ومن هذا المنطلق أود أن أؤكد أن أهمية العلم والعلماء فائقة، ولذلك الدول الغربية تقدمت لأنها بدأت تستقطب تلك العقول. بينما تراجعت عندنا الأمة لأنها تسلط عليها مثل هؤلاء الحكام الذين يزجون بالعلماء في السجون ويعرضونهم لصنوف التعذيب. صدام كان مثالا لذلك، قتل كوكبه من العلماء وفي مقدمتهم الشهيد محمد باقر الصدر، وشاه إيران أيضا كذلك قام بإهاد الإجرام وكان يرمي بالعلماء في حادثة المدرسة الفيضية، كان يلقيهم من أعلى السطح إلى الأرض ويعدمهم ويقتلهم بهذه الكيفية المتوحشة. كذلك آل خليفة وآل سعود، اليوم آل سعود أيضا يحاولون أن يصدروا أو أن ينفذوا حكم الإعدام في سماحة آية الله نمر النمر، والذي نقف معه ونقف إجلالا له ونسانده في مطالبه التي قام من أجلها، كما نساند جميع العلماء الذين يقبعون في سجون آل خليفة، ونطالب بالإفراج عنهم وتكريمهم وإخراجهم من السجون من غير قيد أو شرط. هذه مطالبنا وسوف تبقى، وسوف نسعى ل إخلاء سبيلهم وتحريرهم من قبضة هذه الطغمة الحاكمة في البحرين. ويد الله مع أيديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.